تعالوا ننتقل للخبر اللي بعد كده. الأهلي يهنئ حرس الحدود بالعودة للدوري الممتاز. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الأهلي الرياضية تقدمون بخالص التهاني إلى نادي حرس الحدود ومجلس إدارته بمناسبة عودة الفريق من جديد إلى المشاركة في الدوري الممتاز. الحقيقة نادي حرس الحدود ومدربه محمد مكي قدموا موسم رائع في دوري المحترفين وكمان في دورة الصعود ويستحقوا التهنئة.